السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناه كويزي رياض. كما كتشوفوا اليوم غادي نحضر معكم خبز اللمجه اللي كيجي رائع وقطني وخفيف. الناس اللي مازال ما اشتركوا في القناه يشتركوا ويضغطوا على زر سبسكرايب ولا تنسوا تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، ولا تنسوا الدعم للقناه بالضغط على زر لايك. دوزوا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركة الله. هنا عندي الدقيق الفرص، الدقيق الابيض او دقيق الفينو. الكمية ما كت يعني كتبقى حسب الرغبة وحسب افراد العائلة. كنضيف الملح. شرط ان يكون الدقيق فينو يكون قل من المقدار ديال الدقيق الابيض او الفرص باش هكا يجينا جميل. وكنضيف واحد المعلقة كبيرة ديال السنيدة، وعندي هنايا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال خميرة الخبز. صافي، وغادي نجمع الكل بالماء الدافئ. وهانتوما معايا هنايا. بعد ما كنجمع هذيك العجينه جيدا وكندلكها مزيان مزيان، كنغطيها وكنخليها كتخمر يعني تقريبا مده ديال 10 دقائق اولا 15 دقيقه. ما نخليوهاش ترتاح بزاف. صافي، وكان هكا كنقطع الكويرات ديال العجين يعني المقدار اولا المقياس اللي بغيت. كما كتشوفوا العجين عندي هنايا راها مرخوفه، ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه بزاف، يعني تكون نوعا ما متماسكه مرطبه باش هكا كيجي الخبز يعني كيجي قطني. بعد ما كنتهي من تلو ليبي ديال الخبز كنغطيه وكنخليه يرتاح لمده ديال 5 دقائق، وعاد غادي ندوز باش نقرصو. في المرحله ديال التقراص ديال الخبز كناخذ واحد يعني واحد هكا الكميه ديال الزيت هي اللي كنبقى كنقرص بها هاد الخبز ديالي. ما كنقرصش بالدقيق نهائيا، فقط كنستعمل غير الزيت كما كتشوفوا. صافي، نقرصو يعني تقراص عادي ديال الخبز. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش الخبز يعني فيه البابه بزاف فيقدروا يرقوا الخبز. بالنسبه لي انا كنديرو يعني شويه يعني ما كنقرصوش بزاف، كنخليه
يعني كيكون عنده شويه هذاك لافوليم طالع. الناس اللي ما توفر لهمش هذاك البابي سيرفيريزي فقط غير اللاطا يقدروا يدهنوها بالزيت ويحطوا الخبز ديالهم. كتشوفوا العلو ديال الخبزه عندي كيف الشكل ديالها. بعد ما كنتهي من تكراس ديال الخبز كناخد هكا واحد البلاستيك غذائي وكنغطي بيه الخبز. ما نستعملوش المنديل فهو غادي يشرب لينا هذاك الزيت. من الاحسن غير شي بلاستيكه ونغطيوه بيها ونخليوه حتى يخمر. يعني راه كنعرفوا الخبز ملي كيخمر راه كيضاعف ليه تقريبا شويه الحجم ديالو، ماشي بزاف، مي راه كيبان لينا راه خمر. هنايا بعد ما تيخمر لينا الخبز كما كتشوفوا يعني راه كيبان لينا راه خمر هكا، غير بالاصابع ديالنا كنديروا واحد الثقوب. كنرشوا قليل من الزيت، قبل ذلك كنرشوا شويه ديال الزيت فوق كل خبيزه، ومن بعد كنديروا هاد الاشكال فوق الخبز. بغيتوا تستعملوا الفرشات ديروها، ما بغيتوش فقط غير بالاصابع ديالكم. وكنبقاو هكا يعني كنديروا واحد الثقوب او الحفر في الخبز على هذا الشكل باش كيعطينا هذاك الشكل الجميل ديالو. ومن بعد هاد يعني هاد المرحله كنكونوا شعلنا على الفران وكندخلوا الخبيزات ديالنا حتى يطيبوا ويتحمروا وندوزوا نشوفوهم في طبق التقديم. فكان هذا هو الشكل ديال الخبز اللمجة اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والا عجبكم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك. نضرب لكم مواعيد فيديو جديده قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.